اكثر الاقل. ركان لغه العيون تجبرك على الكلام، تكلم. فهد الشهري، لسبب وجودك معي يدي، ممكن تقصيري برضو. اعطوني الاسم الثاني يا شباب. الف تلريون مبروك العوده، حنخسرك كأنيق معنا في هالرحلة، ولن ترافقنا إلى نهاية أو إلى محطة الوصول النهائية. جيتنا بكوب قهوة ورايق، وحترجع بمزاج أعلى من كوب القهوة. الله. سلطان الأمير، مبروك العودة. يا سلام. يا حبايبي والله. هلا. الحمد لله. الله يا بابا أعطاك وانتو. تستاهل والله، تستاهل ما شاء الله. تو تسحب لي صف سرع هنا ورا منور. بالتوفيق يا حبيبي. بس اسمع، تدري ايش يطلعك ابراهيم؟ زين انك ما في اسماعيل يزبل الاسبوع اللي طاف. هو المشكله ان هذاك الاسبوع الجاي، ها المشكله اني طلعت ابراهيم وانا فايز في المطبخ وخاسر ودرجات. اي هو شوف، هو شوف تشجع الركن للحين. الله يبارك في عمرك. بس ترى خمسة والله ما يصير. ركان أرى فيك روح الليدر الواثق. سلامكم أنا خليك. الله يقويكم. الله يبارك. فهد منور الدنيا. سلطان ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. سعيدين جدا. أنا سعيد جدا بلسان جمهوركم ومتابعينك. أنا سعيد أن أقول أنهم ما قصروا. لا تقول شيء لين تشخص. يا أخي بسمة الرجل. من هو؟ زعيزي. بس هذا رأيك الشخص. حسبت والله أنه بسمة، والله أنه فرح هذا الرجل. اللي يشوف. سلطان. تفضل أستاذ محمد. مخرج عطني محمد عشان يسوون سلو موشن. عطني محمد زيزي. محمد تفضل. سام يقول انك بسمه، قلت هذا رايك الشخصي. طيب لازم ارد عليك. زعلت؟ لا بس لازم ارد. كنت اعتقد ان عندك احساس. انت تحرجني دايم ما اقدر ارد عليك. منور الدنيا ابو حسن، الله يبارك لك في زلفك. قول امين. امين. اللهم امين. سلطان شو بالخاطر؟ أنا أقول شكرا لفريق الدعم، شكرا لأهالي منطقة جازان، شكرا لأهالي الأمير جميعا. ما قصروا، وأنا تعبوا وراي كثير، وأنا عارف أنهم تعبوا، لكن إن شاء الله أكون عند حسن ظنهم في قادم الأيام، وأسعدهم بكل ما هو جميل إن شاء الله تعالى. تأكد أنك تستاهل. أم حرجاني حجيت لهم. والله أنك تستاهل. قولوا كيف تريهم الصباح. الله الله. نعم. الله يقويك يا سلطان. اللهم امين. كوبك وينه؟ وبقول شيء يعني من الخاطر لهم. قول، الدنيا ملكك. شكرا لكم احباب قلبي وعيوني. يا عيوني. آل الامير وكل من يدعموني، اهلي وناسي وصحبتي فوق راسي، يوم الكاريزما كلهم رجعوني. والكل جيزان سلامي سلامي، احبابي اللي بدعمهم شرفوني. الله الله يا سلطان. استاهل مبروك لك. الله يبارك عمرك. العوده. وعسى الله يوفقك. الله ان شاء الله. توفيق يا حبايبي. سلطان متوتر اكثر من اللي معي. مو متوتر، ان احنا طلعنا خطوط بالغلط ترى. قالوا طيار وطلعونا. الله يعيدها. الله ما امين. الجلسه بدونك ما تسوى الحب، لا تروح. والله انا باقي متوتر. تستاهل يا سلطان. طيب مهند وعمر وفهد وسلطان، باقي واحد نقول له.